على هامش جلسة مجلس الأمة العادية التقى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم في مجلس الأمة سكرتير الدولة في وزارة خارجية منغوليا داو سورين دام ينسورين، وتم خلال اللقاء بحث إقامة أيام ثقافية تخص منغوليا تزامنا مع الذكرى 45 للعلاقات بين دولة الكويت ومنغوليا، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات. اليوم كانت الذكرى 45 من العلاقات بين منغوليا ودولة الكويت، وفي ضمن هذه الذكرى نحاول أن نقيم أيام ثقافية تخص منغوليا. ولكي نقيم الأيام الثقافية كانت هناك حاجة للترحيب بوزارة الإعلام، وهذا كان الهدف من هذا اللقاء.